أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم التنسر فلو. قمنا في الدرس الماضي بإتمام عملية التنصيب على الأناكوندا وأصبحت هذه الفريم ورك جاهزة للاستخدام، ولكن بداية من المهم فهم المفاهيم الرياضية الأساسية اللازمة للتعامل مع التنسر فلو، وذلك قبل القيام بتوظيفها واستخدامها في تطبيقات الذكاء الصناعي. فالرياضيات بشكل أساسي تعتبر قلب أي خوارزمية للتعلم الآلي، وباستيعاب هذه المفاهيم الرياضية الأساسية يتم تحديد حل معين مناسب لخوارزمية التعلم الآلي المدروسة. لذا قلنا سابقا أن البنى الأساسية المستخدمة في تنسر فلو هي ما يسمى بتنسرز، والتي على أساسها نقوم بتخزين وتضمين القيم العددية المعبرة عن الداتا. لذا سوف نقوم في هذا الدرس بالشرح المبسط لأنواع هذه التنسرز مع أمثلة عملية عنها، وذلك لاستيعابها وفهمها بشكل عميق. بداية نبدأ بالنمط الأساسي تنسر من الرانك 0، وهو يعبر عن القيمة الفردية سكالا، وفعليا نقوم باستخدامها معبرة عن قيمة في حد ذاتها فردية معدومة الأبعاد Zero Dimension، ونقوم باستخدامها مثلا في تخزين قيم عددية أو مثلا قيم String إذا أردنا القيام بالتعبير عن كلمة في قيمة مفردة، فنستطيع القيام باستخدام السكالر. فمثلا القيمة 2 هي قيمة سكالر، والحرف H هي قيمة سكالر تعبر عن كاركتر. وإذا أردنا مثلا القيام بالتعبير عن كلمة مستقلة في ذاتها، فنستطيع القيام بالتعبير عن كل منها كسكالر وهكذا. أما إذا أردنا القيام بالانتقال إلى المستوى الأكثر تعقيدا تنسر 1D أو رانك 1، فنقوم بالتعبير عنها بتتالي سكالرز بشكل منظم يسمى فيكتور، أي شعاع أو متجه. فهنا نقوم بتمثيلها بهذا الشكل إما شاقوليا أو أفقيا، وهي مكونة من 1 دايمنشن بهذا الشكل، ونستطيع القيام باستخدامها وذلك للتعبير عن جمل مكونة من كلمات. فإذا كانت كل كلمة فيها معبرة عن سكالر وقيمة فردية، فالجملة في حد ذاتها هي فيكتور، أي شعاع. أو مثلا المعلومات الخاصة بالأوديو تسجيل صوتي، إذا أردنا القيام بالتعبير عن هذه القيم الصوتية أنها سكالا، فمقطع صوتي معين أستطيع القيام باستخدامه والتعبير عنه أنه فيكتور. وبالانتقال مثلا إلى النمط الأكثر تعقيدا، نستطيع القيام بالانتقال إلى 2D tensors أو مثلا rank 2، وهو يعبر عن matrices المصفوفات. وهنا أستطيع القيام بالانتقال من البنية السابقة وهي الفيكتور، فنقول كل خانة في الفيكتور أستطيع القيام بالتعبير عنها أنها فيكتور، فنحصل بذلك على الماتريكس المصفوفة. كما نرى إذا قمنا هنا بأخذ هذا الفيكتور الشاقولي، فكل خانة فيه معبرة عن فيكتور، وكذلك بالنسبة لهذا الفيكتور الأفقي كل خانة فيه معبرة عن فيكتور، فمكونة من 2D. فيكتور يعبر عن الأسطر الارتفاع، وفيكتور يعبر عن العرض الأعمدة وهكذا. ونستطيع القيام باستخدامها للتعبير عن الصور images أو الفريمز في فيديو وما إلى ذلك، وخاصة إذا كانت هذه الصور مكونة من وحدة لونية موحدة. أما إذا أردنا مثلا القيام باستخدام النمط الأكثر تعقيدا، فهو مكون من البنية السابقة matrix ولكن كفيكتور، فهي vector of matrices نراها بهذا الشكل. ونستطيع أيضا القيام بتمثيلها كمكعب cube، فنرى هنا كيف لدينا ثلاث أبعاد، لدينا الأعمدة العرض والارتفاع الأسطر وأيضا العمق. فنستطيع القيام باستخدامها للتعبير مثلا عن صور ملونة، ففي الصور مثلا لدينا عرض وارتفاع، والبعد الثالث يعبر عن الألوان الأساسية RGB Red, Blue, Green. أو مثلا نستطيع القيام بالتعبير عنها أنها مقطع فيديو، فكل شريحة لديها عرض وارتفاع نستطيع القيام بالتعبير عنها أنها صورة مقتطعة من هذا الفيديو وهكذا. فهنا في هذه الحالة بالنسبة للفيديو العمق يعبر عن الزمن. أما إذا قمنا بالانتقال إلى النمط الأعقد وهو Rank 4 Tensor، فنستطيع القيام بتخمينه، وهو مكون من هذه الوحدة أقوم بإسنادها إلى فيكتور، وأصبح بذلك لدينا Vector of Cubes فنراها بهذا الشكل. نرى كيف لدينا أربع أبعاد، بحيث لدينا هنا بعد يعبر عن الارتفاع الخاص بالأسطر، وبعد يعبر عن الأعمدة أفقي، وبعد يعبر عن العمق، وبعد يعبر عن هذا الفيكتور. فلدينا أربع أبعاد. فإذا أردنا مثلا القيام بتمثيل كل وحدة من هذه الوحدات أنها فيديو، فالفيكتور هنا يمثل مسلسل كامل بهذا الشكل Series of Episodes، بحيث كل قطعة كما قلنا هي حلقة من ضمن هذا المسلسل. أما إذا قمنا بالانتقال إلى نمط أكثر تعقيدا وهو مثلا Rank 5، فهنا لدينا Matrix of Cubes بحيث لدينا هذا الشكل. نرى هنا كيف لدينا خمسة أبعاد، بحيث لدينا الأبعاد الثلاث الأساسية الخاصة بالعرض والارتفاع والعمق، وأيضا لدينا ما يعبر به عن الأسطر الارتفاع، وأيضا العرض الخاص بالأعمدة في قلب هذه الماتريكس.
فهنا ماذا تتوقعون أن تمثل هذه البنية؟ إذا قلنا أن كل قطعة تعبر في حد ذاتها عن فيديو، فإذا أخذنا فيكتور ليكن الشاقولي، فكل فيكتور يعبر عن مسلسل. فإذا قلنا بأخذها هذه كماتريكس، فنستطيع القيام بالتعبير عنها أنها seasons of series of episodes، أي هي فصول أو أجزاء لمسلسل معين يحتوي كل منها على حلقات محددة. فهنا لدينا مثلا الجزء الأول بهذه الحلقات، الجزء الثاني بهذه الحلقات، الجزء الثالث وهكذا. وكلما انتقلنا إلى مستوى أكثر تعقيدا كلما زادت لدينا الأبعاد. إذن هذا شرح مبسط مع بنية تمثيلية visualization لكيفية القيام باستخدام هذه الأبعاد في TensorFlow، وسوف نرى كيف نستطيع القيام بتطبيق عمليات رياضية فيما بينها في الدرس القادم، وذلك لسهولة التعامل باستخدام الميثودز والخوارزميات الموجودة في هذه الفريمورك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.